مشاهدينا الأعزاء في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا العدد الجديد من شارع الصحافة، ونعالج في قضية الاعتداءات الأخيرة على الأئمة، كيف تمت معالجتها من طرف وسائل الإعلام، وما دور نقابة الأئمة في كل ما حصل، ونعرج أيضا على حملة التلقيحات مجددا، وهذه الأزمة أزمة الثقة ما بين الحكومة وأولياء التلاميذ، ثم ماذا يحدث في الجوية الجزائرية عقب تصريحات الوزير بوجمعة طلعي، وقوائم الأفلام بين الترشيحات والتحقيقات بعد الفاصل. مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الاعزاء، وضيفي في الفقره الاولى الشيخ جلول حجيمي، الامين العام للتنسيقيه الوطنيه للائمه وموظفي الشؤون الدينيه والاوقاف، للحديث عن قضيه الاعتداءات الاخيره ضد الائمه والتي وقعت الحادثه الاولى في ولايه تيارت عقب حرق منزل احد الائمه، مما جعل الصحافه تكتب الائمه في خطر والنقابه تطالب بحصانه مثل القضاة، ثم تم الاعتداء ايضا على امام اخر في حي بجراح في ولايه الجزائر العاصمه. نقابه الائمه في بيانها تتساءل ان كانت بعض الطوائف خلف الاعتداءات، و النقابة تقترح أعوان أمن داخل وخارج المساجد لحمايتهم. مرحبا بك شيخ جلول الحجيمي، وشكرا لتلبيتك دعوة البرنامج. نبدأ من هذه الحوادث، يعني هل هناك معلومات إضافية لا نعلمها بخصوص الاعتداء على إمام في ولاية تيارت وآخر هنا في العاصمة؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد على آله وصحبه وبعد، شاكرا لكم وللقناة هذه الدعوة الكريمة في هذا الموضوع الذي نبصر من خلاله ما يمكن تبصيره حتى يكون الموضوع على وضوح بعون الله تعالى وتوفيقه. الحقيقة موضوع الاعتداءات موضوع قديم جديد، وظهر مع الأزمة الأمنية وما تعرض إليه السادة الأئمة ومضيف الشؤون الدينية والأوقاف، في أن دفعوا خيار أبنائهم وفلذات أكبادهم من السادة الأئمة والمؤذنين والمعلمين شهداء رحمة الله عليهم بالعشرات، والتعدي ذا كان مربوط بوضع أمني، وضع سياسي، وضع جد حرج، إلى أننا تعافينا تماما من هذه المسألة بعد الحمد لله أصبحت مساجدنا عامرة عموما لنسبة ممكن 70% على مستوى وطننا كاملا بالتأطير، ونعاني مسألة التأطير من جهة أخرى. المسألة التي نحن فيها الآن هي ظاهرة جديدة، هذا التعدي بأشكاله وألوانه. تيارت كان سبق قبل سنتين وكان عندنا مشكل في تيارت، يعني كان تعرضنا أيضا نتعرض عند الإمام وكسرت رباعياته، وتعرف تأخذ هذه القضايا غالبا عندها أبعاد، إما كان هنالك اغتيال الإمام في ولاية أظن في شرق البلاد، مقتل الإمام أيضا في جريمة يعني بشعة، يعني هذه الحوادث تعتبرها جديدة قديمة شيخ حجيمي؟ نعم جديدة قديمة، لكن الضوء على الآن هي جديدة. أيوة. لكن هو أولا نحن في البيان قلنا بأننا كل أشكال العنف مرفوضة وكل أشكال التعدي مرفوضة منهيا عنها بالشريعة سواء للمسلم أو لغير المسلم. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قال من آذى ذميا فقد أذاني، ومن أذاني فقد كنت خصمه، ومن كنت خصمه خصمت يوم القيامة، هذا الذمي الذي ليس على دين أو على دين آخر، فما بالك بالمسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله، حرام على المسلم دمه وماله وعرضه، فكل أشكال التعدي منهي عنها. فالظاهر أن هذه المسألة لها أبعاد ولها مخاطر، من بينها نعاني فراغا قانونيا، وهو أن التعدي على الإمام ينبغي أن يوضع له قانون خاص يجرم التعدي على الإمام ومن معه. لو تكرمت شيخ حجيمي. نعم. فنذهب فيما بعد. نعم. إلى مطالبكم، ولكن أبدأ بالحادثة لأنكم يعني على بين ربما أكثر من آخرين. الحادثة التي ظهرت قرأنا حادثة تيارت على أنه كان خلاف فكري ما بين رئيس جمعية دينية وما بين الإمام، يعني هل حقيقة هذا الأمر هل يمكن لخلاف فكري أن يتطور إلى اعتداء وحرق منزل؟ وللأمانة نحن اتصل السيد الأمين الولائي بالرجل بالإمام ومعه وفد ولقيه وكلمته شخصيا أنا في الهاتف، أولا اطمنا على صحة الإمام. الإمام بحد ذاته متفاجئ مفجوع، لأنه رجل محبوب ورجل طيب ومعتدل ولا ينتمي لأي جهة، إذا حدث خلاف أو كلام مع هذا أو ذاك ربما لا يبني عليه هذا العمل، لكن أن يحرق البيت ببنزين
حتى لو شكينا في أن رجل مختل عقليا أو جماعة مثل ما قلت يعني بعض الأقاويل أو الرجال، حاولنا أن نحل الموضوع وأعطينا الصلاحية الكاملة مع التشديد أنه يبحث في هذا الموضوع بعمق حتى نعرف أموره. قد تكون أطراف أخرى تريد زحزحة المسجد، وقد إقحام، نحن كسادة أئمة دخلنا عالم المواجهة مع الأحمدية أو البهائية أو القديانية، وقد تكون يكون أسلوب هذه الأساليب لإثارة أي فتن. هذا هو السؤال. نحن حسب البيان، تجسيد الداء جزء من الدواء. حسب البيان يعني أنت أفهم من كلامك أنك تترك المسألة للتحقيق الأمني أكثر، ولكن لماذا تسرعتم في البيان الأول وذهبتم إلى بعض الاحتمالات على غرار الشيعة والأحمدية؟ يعني أليس هذا ربما توجيه لحادثة قد تكون عادية إلى صراعات تعرف الآن هي مسار اهتمام الإعلام؟ مشكور. لكن نحن لم نتهم شخصا بلفظه، ما قلنا لا فلان غير فلان، قلنا هذا الموضوع مبررات وأسبابه غير طبيعية تماما في مجتمع جزائري مسلم بهذا النوع. المبررات الآن الأشياء التي تفوق اختصاصنا أعطيناها المصالح الأخرى، لكن نحن لابد أن نتابع الموضوع لأنه بدأ يتكرر، وربما كثير من الشكاوي التي لم تصلنا كاللفظ، الإساءة للأئمة باللفظ، يأتي إمام واحد يقول هذا أنت قبوري، واحد يقول أنت ضال، واحد يقول أنت مبتدع، واحد يقول أنت سني، والإمام أصبح بين حلقة. ثم أن الصراعات التي موجودة بين الجمعيات الدينية والمساجد، نحن دائما نقول فيه جمعيات الله يجزيها ويعطيها الخير والبركة بنت لنا صروح، في جمعيات استغل سياسيا حزبيا فكريا إلى غير ذلك، وحدث لنا صراع. ولهذا نحن منذ فترة طالبنا أن يكون قانونا يفصل بين مهام الجمعيات الدينية واللجان الدينية ودور بين الإمام حتى يعني يعيش الإنسان في كل عمله. تضع في نصب الفرضيات المطروحة إمكانية أن يتم اختطاف دور الجمعيات أو تسييسها، أو حتى تستعمل بعض الأطراف ضد الأئمة بسبب خطاباتهم التي تدعو إلى محاربة الشيعة أو التشيع والأحمدية. أكيد سيدي الكريم، في بعض اللجان معروف أن هؤلاء يصلون في جماعة معينة، أفكار معينة، حتى الجمعية أو اللجنة تحمي هؤلاء. إذا جاء الإمام يخالف هذا الفكر أو هذا الطرح أو هذا المنهج يتعرض إلى مضايقات، وقد حدث لنا هذا. ولهذا نحن شكاوى، هل وصلتكم شكاوى؟ توصل الشكاوى يعني يقال لك أنا مهدد، أنا إمام مهدد في عندنا فيه من يهدد الناس على المباشر، يعني وهو على المنبر، يعني على المنبر أو في الطريق أو في المسجد أو بالإساءات اللفظية. الإمام يقوم بعمله كما سطرته وزارة شؤون الأوقاف والرأي الأول. من يحميه الآن شيخ حجيمي؟ من يحمي الإمام؟ والله الإمام يحميه الله عز وجل طبعا، يحمينا جميعا، لكن عز وجل، ولكن من يحمي الإمام على أرض الواقع؟ نحن الآن سيدي نقوم بأقل القليل أننا نرفع الغبن بأساليبنا النقابية. نحن الأخذ بالأسباب واجب وتركه معصية. نحن نقوم بما نستطيع ونعبر بما نستطيع. مثلا ماذا قمت في الحادثتين حتى يعرف المشاهد؟ في حادثة بجراء وحادثة نحن بلغنا أولا حادث تيارة صاحب البيت الذي احترق الإمام، أو وصلته جماعتنا وإخواننا الذين يمثلون في النقابة شخصيا وكلمته شخصيا. فنحن نتابع كل ما نستطيع عن قرب ونتعامل مع كل المصالح، إذا اضطرينا نبلغ الوالي نبلغه، المصالح الأمنية نبلغه. لم تلتقي به أنت الإمام؟ لأنه على اتصال في بعد الحريق يعني مباشرة، أمين الولاية يعني هو الذي يعني لابد في وقتها. وعضو في النقابة بالمناسبة، هو عضو في النقابة أحيانا لا يهمنا هذا، يعني أنت تدافع عن الأئمة أبدا. مثلا أعطيك مثال، حدث لنا مشكل تعدي على الإمام في ولاية مسيلة قبل 3 سنوات، وتعرض إلى عملية جراحية. قبل أن يقوم الفريق الطبي بالعملية الجراحية كان ممثلنا للنقابة موجود عنده، وحتى لما خرج من المستشفى أو من العملية كان ممثلنا معه. نحن نقوم بعملنا لله ورسوله، وهذا تمثيلنا الوطني، وهذا لا نحتاج إلى شكر أو إلى شيء، وإنما وقوفنا مع هؤلاء أقل حاجة، هذا نوع أقل القليل أن نكون بجنبهم وأن نعرف الأمور. طيب، في أشكال هذا الوقوف في البيان أنت تطالب بحصانة للأئمة على غرار حصانة القضاة. البعض تساءل يعني ما معنى الحصانة هنا، وهل تتوقع من هذه السلطة التي لم تراعي المطالب الكثيرة التي طرحتموها سابقا فيما يتعلق بحفظ كرامة الإمام وإنقاذه من راتب العار الذي يتقاضاه، يعني هذه السلطة تعطيكم حصانة في النهاية؟ هذه السلطة لم تعطيكم حتى الأجور المحترمة، يعني يسأل بعض. وسيد الكريم، موضوع الأجور موضوع نحن أعطيناه، والجميع يعلم بأن الإمام ومن معه في القطع مظلوم بطريق أو بآخر.
الآن لو قيمنا أنفسنا قبل 3 سنوات ما كان المسلمين يعرفون هذا الشيء، الآن أدركوا وعرفوا ونحن ننتظر، ولم يتحركوا يعني، نحن ننتظر الآن على حسب أقوالهم متى سمحت الفرصة أن يعطوا لنا حقنا كاملا وأن يعدل القانون، وأن لا اعتراض لهم على القانون الأساسي. وقد لا تأتي أبدا هذه الفرصة شيخ حجيمة. نحن يعني ولهذا نحن تركنا نحن صبرنا معهم. النقابة تأسست في 2013 الآن، لكن الآن الخطاب الرابطة منذ 99 لكن الخطاب الموجود الخطاب الموجود الآن لا أحد ينكر بأن هؤلاء مظلومون ويقول نعم أنتم محقون، ويقول فقط مسألة وضع مالي واقتصادي، نحن لن نسير الموضوع، نحن لما نغير القانون القانون الأساسي يتغير كل أشكال الموضوع، تعرف النقابة أخذ ورد ولا بد تعرف الوضع العام، ونحن لهذا نصبر ربما حتى لا نقول لماذا الأئمة تصلح أمورهم القطاعات الأخرى لا تصلح، هذا مع أننا نحن قمنا بكل أعمالنا. التبيينية لا تعرف أين المشكلة شيخ حجيمي، لأنكم نقابة ولكن لا تتخذون الأساليب النقابية، يعني أنتم صعب الإمامة، أنتم تعتبرون الإضراب لا يستقيم مع وظيفة الإمامة وتعتبرون بأن رغم أنك كنت أحيانا تهدد بالاعتصام أمام الرئاسة. لا شو نعطيك الآن نحن الآن عندنا مئات المشاركات ربما تصل بي على الفيسبوك وغيره، عندنا بالآلاف من طالبون بوقفات احتجاجية أقل حاجة أمام المديريات، قلنا خلينا نشوف الموضوع هذا ممكن قد يكون فعل مختل، هذا ليس صحيح، لكن التعدي الذي حدث عندنا في قبلها في تيارة هذا ليس مختل، والذي تحدث صار في ولاية المسيلة والناس تعرفه يعني أوقفتم كل هذه الاحتجاجات أحيانا، لكن ليس أوقفناها، نحن الآن نسير الموضوع معين، إذا استدعى الأمر نحن لا نخشى في الله لومة لائم، لم تثبت نضع قضية الاحتجاج والخروج إلى الشارع. وليش؟ ما دام أنت لما نقدم مثل الآن نحن قدمنا البيانات، ننتظر ماذا تكون النتائج. إذا ما فيش نتائج وفي الأئمة مهددون بشيء، نحن نتضامن ونكون أرقى الناس في الطرح النقابي عندما نحتج. الاحتجاج لا يضر أحدا، وإنما يبين عن ظاهرة وقعت. إذا لم تأخذ الآن سنقدم بعد أيام إلى معالي وزير الشؤون الدينية يطرح الموضوع إلى السيد رئيس الحكومة دولة الوزير الأول ولما فخامة رئيس الجمهورية على أن تسن قوانين تجرم من يتعدى على الإمام ومن معه كبقية القطاعات. أنت عندما تتعدى على قاضي أو على شرطي عندما تخاطب رئيس الجمهورية، هل معنى ذلك بأنك يئست كأمين عام لتنسيقية الأئمة من وزير من وزير القطاع من الوزير الأول؟ نحن سيدي لا نيأس، وإنما القضايا هكذا ودواليك. إذا أصبح الموضوع على طاولة الحكومة في إيجاد قوانين انتهى الموضوع وانتهى الإشكال. إذا لم يسمع لنا أحد نحن لابد أن نحتكم إلى القاضي الأول. طيب فيما يتعلق هذا بمعنى أنه قد يقول وزير الشؤون الدينية أنا ليس من صلاحيتي أن أسن قوانين. نعم. قال بأن المطالب مشروعة ولكن لا أستطيع. لكن لابد أن نحركها، نحن لا نريد أن نجعل الناس أمام الضغط حتى لو قلنا نحن نضغط بأساليبنا، لكن هذا حق. أنتم رفعتم 47 مطلبا في أرضية المطالب، يعني من يتذكر الآن الأرضية ما عدا لا ولا الأرضية الأرضية ما عدا الأئمة، السلطة تبدو يعني منصرفة إلى أمور أخرى. الأرضية الآن ماذا يقولون في الصفحة؟ الأرضية إما ناس ملاح مش ممكن يخرجوا للشارع، لا لكن ممكن ولن يحتجوا، بالتالي صدقني زيد في أجور فئات أخرى وترك الأئمة وظيفة تطوعية أكثر منها وظيفة الآن يعني الآن أجر. الآن سيدي التركيبة للإمام تغيرت، أصبح الإمام له دكتورة واثنين وثلاثة، وأصبح ماجستير، وأصبح أئمة سادة في دكاترة في القانون، وتغيرت التكوين. أنا أقول لك حاجة، تغيرت الأمور والخطاب تغير والأسلوب تغير ومواقفنا ظاهرة. نحن لا أحد يستطيع أن يعاتبنا على موقف من المواقف، سواء المواقف الوطنية أو المواقف النقبية، لكن ربما جينا لأننا وطنيين بامتياز محافظين على وطننا حتى لا نتسبب في أي احتراق يعني، وهذا الذي ولهذا نحن نبذل كل طرقنا أن نسير بالحسنى. إذا تغيرت الأمور للحسنى ستكون هناك أساليب أخرى. في موقعك شيخ جلول حجيمي كأمين عام للتنسيقية، يعني البعض قد يقول بأن هذا يعني أنت تلعب دور رجل الإطفاء، أنت تهدئ الأنفس، أنت ربما ترتب المسائل الخلافية، تدعو الأئمة إلى مزيد من الصبر، ولكن هؤلاء في نهاية المطاف يحتاجون إلى رؤية مؤشرات واقعية ملموسة، وهذا هو دور النقابة في نهاية المطاف. سيد الكريم تعرف دور رجل الإطفاء يعني، شو سيد الكريم، الإطفاء عندنا شقين، نحن لا ننكر وهذا يشرفنا أننا كنا أطفأنا النيران في توغرت وفي غرداية، وهذا مسألة وطنية. لما أطفأنا النيران التي احتجت هذه البلد تحترق بأرمتها، بيتنا يحترق، مسائلنا الخاصة قلنا نحن لا نتنازل عنها ونستعمل كل الأساليب الديمقراطية القانونية النقابية، لكن
في واحد الخصوصية، هذه نقابة أئمة، في واحد الوضع لابد أن نراعيه. ممتاز. لكن هذا لا يعني أبدا تنازلنا. أيوة. والدليل على هذا أننا نحن قائمين الآن كل القواعدنا اللي تشوفها على مستوى وطننا قواعدنا سليمة. أنتم الأكثر تمثيلا أكيد من النقابة المستقلة الثانية. أكيد. هذا ما لا يعني. ما رأيك في ما سمعناه عن نقابة ثالثة للأئمة بصدد الإنشاء أو لا؟ بالعكس، نحن أكثر الناس شورى واكثر الناس ديمقراطيه، الطريق يسق الجميع. الذي يريد كإمام، كإمام وليس كنقابة لديك تنسيقيه او تشغل منصب امين عام تنسيقيه، هل تعتقد بان كثره النقابات يمكن ان تساعد على توحيد مطالب؟ اذا كان النقابه بهذه السعه وبهذه القوه التي يعرفها العام الخاص ومصالح الدوله تعرفها، نحن مثلا اذا اقمنا جمعيه عامه نقيمها على المباشر، انتخابات على المباشر، جمعيات العام على المباشر، تحضرها كل السلطات الثلاث، ويكون في التقرير الرسمي كل الناس يعرف كم عددنا وكم نحن، ابدا، ونحن لا ننكر اننا هكذا، واذا وجد فيه طرح اخر اقوى يا مرحبا، أو لكن لكن بعيد او هذه دعوه غير مباشره للبقيه حتى يحلوا نقابتهم وياتوا الى تنسيقيه. لا، نحن لا نطالب الناس بحل النقابه، بالعكس، مثلا هذا الامام او غيره الذي تعدى ابدا نسالنا انت في اي نقابه؟ من خدمة الإمام، وهم يعرفونني هكذا، يعني أنا بيتي ومنزلي كله للناس جميعا، أبدا ولا نسأل واحدة لحيتك طويلة ولا قصيرة أنت دير عمامة. طيب عن الحصانة الشيخ حجمي، في هذا الموضوع أن ندافع عنه لكن يكون مظلوم. ما معنى الحصانة ولماذا هذا المطلب ولماذا شبهت الأئمة بالقضاة؟ ليش؟ لتعرف لي أن المسألة بسيطة جدا، القاضي يقع في أشياء كما يقع فيها الإمام. قد الإمام القاضي قد يطلق زوجة يسمى التطليق، والإمام يقول بحكم أن هذه المرأة لا تصح، وقد يأتي هذا ويعتدي عليه المسألة في حكم معين، فما المانع أن يكون الإمام يتمتع بحصانة؟ ما شكل هذه الحصانة؟ حصانة كحصانات القاضي، تحميه من مثل ما يحمي القاضي يحمي للإمام، وبهذا يعني لا تضغط عليه حزب ولا جهة. أيوة. ولا فكرة ولا جماعة ولا أفكار ولا طائفة. الإمام يقوم بدوره الذي يرضي الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، ويرضي توجه المجتمع الجزائري، لا يخالف مرجعيته ولا يتهمه ولا يسيء إلى بلده ولا يستعمل المنبر إلى شتم أو إلى سب أو إلى تحريض على جهة معينة. إذا قمنا بهذا العمل، إنما المساجد لا فلدع مع الله أحدا، نستطيع أن يكون المسجد أنه يستطيع أن يغربل كل القضايا ويوجهها ويحافظ على سمعة البلد وعلى استقراره. إذن معنى هذا أن القاضي عندما يتكل حصنة، أفي ذلك مانع؟ ما المانع أن يكون الإمام ومن معه؟ الآن بدأت التعدية الجسدية، خليك من التعدية اللفظية، خليك من أنك تختلف، أنت إمام تدرست تخرجت عندك ليسونس ولا ماجستير ولا دكتوراه وأصبح تجي إلى مسجد وتقوم بعملك، يجي واحد يقول لك أنت على ضلال أو أنت على فسوق أو أنت من تمثل الطاغوت، فمن يحمي هذا الإمام؟ ما رأيك في من يتهم الأئمة في واقع الأمر؟ يقال بأن الأزمة الحقيقية في هذا المجتمع هي أزمة أخلاقية، ويتهم الأئمة في ظل انتشار هذه الآفات والأزمات الكثيرة على أنهم لا يقومون بدورهم وتحولوا إلى موظفين وقارئي خطب ترسل إليهم من طرف الوزارة الوصية. يعني هنالك نظرة وسيدي مرحبا بالنظرات، لكن تكون نظرات مقبولة. الإمام هو عايش معك وتراه وتعرفه وتعرف مستوى العلمي ويقدم. لولا الله تبارك وتعالى والأئمة وفضلهم لا تراه من الجمعة للجمعة ولا يؤدي الصلوات معك ويترك واحد يخلفه في الصلوات الخمسية. لولا فضل الله تبارك تعالى الأئمة الذين وقفوا في أشد مراحل الجزائر لأصبحت الجزائر في أخطر المخاطر. أكيد نحن عندما ترى الجمعة، الجمعة الذي يخطف في المسجد مثلا، أنا وقف الشرطة وقف الصحفيون وقف المثقفون، لا إمام شيء آخر. الأزمة الأخيرة سيدي الكريم، كل تقارير الدولة الأئمة هم الذين أوقفوها، العبد الضعيف الذي خطب على قنوات مباشرة وأوقفت الأزمة. المسألة الأخيرة، التوترات الأخيرة الحادثة في بجاية وغيرها، من الذي ما أي موضوع؟ كل مواضيعنا نحن حاضرين، من للأسف الشديد الدولة والحكومة والذين يعرفون والذين أصحاب القرار لا زالوا يريدون أن يهمشوا الإمام لأنه صاحب الموقف. الجزائري مصدور سكران، طيب غير طيب، متدين، أما إذا جاء الإمام وجاء المسجد كل القضايا تتوقف، وبهذا هذه حقيقة في المجتمع الجزائري. ممتاز. لا يمكن لأي أحد أن يزيلها الآن فقط. الآن لابد أن ننظر نظرة ثاقبة على أن يكون هذا إيجاد قوانين تعينه، لأن إعانة الإمام تحديدا القانون الأساسي لي. نعم. وثاني حجمي، لأن الوقت، أنت قلت في أشكال الحصانة يعني أن لا يكون هنالك تبعية فكرية أو سياسية معينة، وبمناسبة موسم الانتخابات طرح هذا الإشكال كثيرا حول ترشح الأئمة،
من موقعك أيضا كأمين عام للتنسيقية، هل تعتقد بأن هنالك عدد كبير من الأئمة ترشحوا في هذه الانتخابات، وهل هذا مضر أو نافع؟ هو احنا قلنا هذا الكلام حتى أنا كان أعلنوا كذا من 50 جريدة ممكن على أنني في متصدر قائمة معينة. أنت لم تترشح؟ أنا ما ترشحت، لكن وصلتك عضو. نعم نعم، وشكرت من؟ وشكرت كل الجهات، حتى العلمانية؟ لا أظن، لكن حتى القائمة الحرة الله يجزيهم خير يعني، وأنا شكرتهم في وسيلة إعلامية وقدرهم بارك الله فيكم، ونشكركم على هذه الثقة، لكن ربما الوقت ما زال، وإحنا خاصة نحن الآن على فيدرالية، وتكبر الفيدرالية ممكن عندها طرح أولى ممكن تساعد أكثر، لكن ليس عندي نظر خاصة أم أنك نصحت بها الأئمة؟ لا لأن نحن الإمام حر مواطن عنده كل الحقوق الدستورية، ويحق له كما يحق لغيره، والأئمة لما يكونوا ينوروا المجتمع وينورنا البرلمان، وإن شاء الله تكون إضافة جديدة، ونحن أبدا ولا قللنا من شأن الإمام، لكن ربما الإمام لما يمارس سياسة في حزب معين ويخلق أعداء أو يخلق أفكار لا تستقبله، قد يقول هذا ضدنا ولأنه يمارس المنبر، قلنا في المرحلة في الانتخابات يترك المنبر ويترك المحراب، لا يترك الصلاة ولا يترك المسجد، لكن لا يقوم بهذا حتى لا يحسب ضده. يعني حتى أمورنا واضحة. الوزير قال الأئمة ممنوعون من استعمال المساجد في السياسة أو في الخطابات السياسية. كيف نظرت إلى هذه الدعوة تحديدا عندما كان هنالك دعوة يعني في الإصلاحات الدستورية طلب من الأئمة شرح التعديلات الدستورية، وأنت قلت أنت رفضت هذا الطلب. يعني عيسى يقول الآن لا تستعملوا المنابر. كيف نظرت إلى هذه الدعوة؟ الكريم لابد أن نفسر ما معنى السياسة. إذا كانت سياسة المحافظة على اللحمة الوطنية والقضاء والمخاطر والفأفات، ونحن نقوم جميعا بالسياسة، إذا كانت السياسة الحزبية أن هذا إمام في حزب وأراد أن يشهر حزبا دون آخر، فهذا الذي لا نقبله على الإطلاق. نحن لابد ثانيا لابد أن تكون مصطلح دقيقة، لابد يقول الحزبية، أما السياسة نحن نمارس سياسة الأمر المعروف والنهي عن المنكر وسياسة التصويب وسياسة التوجيه، هذا من خصائصنا في القانون الأساسي. الإمام ماذا يفعل؟ لا معروف السياسة التي ولكن أما أنك الشيء الذي نقبل موش حلال عليكم حرام علينا، وحرام علينا حلال عليكم. بمعنى أن لابد أن الأمور تكون خط واضح، أنه يعني مش حلال على السلطة استعمال المساجد وحرام على الأئمة. نعم. أي سياسة المقصود بها لابد أن نضبط هذه المفاهيم. ليس لديك انتماء سياسي شيخ حجيب؟ إلى الآن لكنني مع الجميع مستقبلا، يعني منفتح على ممكن قد نكون قد نكون ليس، لكن يكون بأداب وبأخلاق وبضوابط، بعيد عن التهميش، بعيد عن الاحتقار، بعيد عن السخرية. الإمام احنا نرى انه يكون للجميع، هذا ما منظرنا، لكن ليس عيبا ان يتحزب الإمام او ان يكون. شكرا لك شيخ جلول الحجيمي الأمين العام للتنسيقية الوطنية للأئمة وموظف في الشؤون الدينية والأوقاف على هذه المشاركة معي. شكرا لك كذلك. شكرا بعد الفاصل نواصل. قلت لكم هذا كريم قال هذا كان صاحبي يعيط لي في التليفون نورمال، كنا اصحاب كنا نروحوا له كان يعجبنا الخدمه تاعو، من واش يدير السيد يعيط لي. قلت لكم عندنا واحد الشهر ولا فان ديالو قال راح ندير اغنيه، يعيط لي قلت له خويا غير خير، قلت له كاينه حاجه، قلت له انا نجي ليك، قلت له نجي نعاونك ونجي لك في الكليب، قلت له بالك برك تهضر لي على الدوله ولا تكلاشي كاش واحد ولا تهضر على الفوت باسكو قرب بالفوت. قال لي لا مروان خاطي الفوت خاطي الفوت سيتانينيوب لو مونسون il peut pas se reposer. Il travaille sans arrêt. Il a le droit de se reposer. Laissez le président tranquille. أكثر من 70% من الورود تستورد الجزائر بذورها من إيطاليا وهولندا وألمانيا وحتى من السعودية بكميات متباينة، هذا ويقتصر إنتاج الورود المحلية فقط على فصل الربيع، ما يجعلنا بحاجة إلى اقتناء احتياجاتنا من هذه المادة من الخارج. زعما ما تقول راجلها أنا عندي صديق في الفيسبوك، كيف صديق في الفيسبوك؟ مرة مزوجة ويجوها جام يبعثوا لها رجال جام وانت متزوجة انت عندك غير راجلك اللي يقول لك جام هذا ما كان. And the question is how do democracies respond to those scandals? And what will it mean for the wider region? I think one of your children has just walked in. I mean shifting sands in the region, do you think relations with the north may change? I would be surprised if they do. Pardon me. My apologies. What is this going to be for the region?
My apologies. South Korea's policy choices on North Korea have been severely limited. في الجزء الثاني من البرنامج مشاهدينا الأعزاء والمخصص لمناقشة أبرز الأحداث الوطنية وكيف عالجتها الصحافة، أسعد باستقبال الدكتور محمد العقاب الأستاذ الجامعي والكاتب الصحفي. مرحبا بك دكتور العقاب. والزميل رشيد ولد بوسيافة الكاتب الصحفي، مرحبا بك رشيد. طيب، كنا تطرقنا في العدد الماضي إلى قضية التلقيحات والمقاطعة من طرف الأولياء، وهذا الخبر هو الأول الذي نناقش هذا المساء. تخوف الأولياء من اللقاح خلف عزوفا لدى التلاميذ. لقاح الحصبة كلف خزينة الدولة مبلغ 69 أورو للجرعة الواحدة. دكتور العقاب، بالرغم من أن الوزير خرج وقال، أقصد عبد الملك بوضياف، قال جربتها على أبنائي وأحفادي وغيرهم، ولكن يبدو بأن حالة اللاثقة مستمرة. هل المشكلة في الإعلام وكيف تعاطى مع الخبر منذ البداية، أم المشكلة في الوصاية برأيك؟ هي المشكلة متعددة الأبعاد. أولا الوصاية تتحمل مسؤوليتها لأنها تأخرت كثيرا ولم تصدر لا بيانات ولا تصريحات. كان الوزير مشغول بالانتخابات التشريعية، هو معين على رأس القائمة، وخلال الأزمة كان موجود في قسنطينة لدفع القائمة إلى الولاية. وتصريحات الوزارة يعني لم تأتي في البداية من الوزير، وإنما جاءت من مصالح وزارة الصحة، وجاءت متأخرة بعد أن كان التلاميذ أنفسهم فرضوا على الأولياء المقاطعة. التلاميذ هذه المرة يعني هزموا الحكومة، وساهمت فيها عدة عوامل. العامل الآخر كذلك أن وزارة التربية يعني لعبت دور سلبي. أنا واحد من أولياء توزيع الاستمارات، يعني احنا نعرفه تاريخيا عمرها صارت، هذه سابقة ولازم لها تحقيق. لكن هذه الأسئلة طرحت في بداية توزيع اللقاحات، كان من المفترض أن تكون هنالك حملة مضادة لزرع الثقة، وأن الكفاءات التي قدمت للإعلام تحديدا خبراء معهد باستور، كان من الإمكان أن يتم محو كل هذه المخاوف. لا، هي من المستحيل، لأن القضية تتعلق بحياة أو موت الناس. لأنه تصور أنت التلميذ تعطي له استمارة في المدرسة، الأولياء التلاميذ هل توافق على التلقيح ولا؟ لأول مرة تحدث في تاريخ المدرسة الجزائرية، لأنه نحن نعرف باللي التلقيح إجباري، وطول عمرها الدولة الجزائرية ويكثر خيرها تلقح أبنائها يعني بشكل مجاني، وما صاروش هذه المشاكل. ولكن الآن عندما تأتي يعني المدارس، يعني خلينا نقول لك وزارة التربية تبعث استمارات الأولياء كأنها تقول لهم تحملوا المسؤولية إذا ماتوا أولادكم، وبالتالي شيء طبيعي أنه الأولياء يقاطعون عملية التلقيحات، وكذلك التلاميذ تضمنوا فيما بينهم ورشقوا حتى الأطباء بالحجارة. التلاميذ هذه سلوكات مرفوضة طبعا، سلوكات مرفوضة شيء طبيعي. ولكن تصور أنت التلاميذ، لأنه ما نقدروش نطيحوا في تناقض. مثلا من جهة نقولوا هذه الحكومة لا تحترم الكفاءات العلمية الداخلية المحلية، وعندما تأتي هذه الكفاءات وتتحدث تحديدا خبراء باستور نشكك فيها ونقول بأن يعني كل شيء يأتي من جهات رسمية هو مسار قلق. رشيد بوسيافة، وفعلا يعني الصحف على كل حال وسائل الإعلام كلها تابعت هذا الموضوع وتابعت تطورات هذا الموضوع من البداية. الغموض في الحقيقة لعب دورا كبيرا في إجهاض هذه العملية، ونحن كمتابعين حتى كأولياء يعني أصابنا القلق في الحقيقة، لأنه لم تكن هناك حملة مسبقة حول حملة توعية، حتى الأولياء لم يكن يعلمون ما نوع هذا التلقيح ولما هذا التلقيح. فجاء مباشرة وصلت الاستمارة إلى البيت، وهنا أذكر أن الاستمارات لم توزع بشكل مركزي على مستوى وزارة التربية، ولكنه اجتهاد خاص من مدراء المؤسسات التربوية، يعني وذلك ما يفسر أن يقال بأن الوزيرة تحدثت في البداية عن توزيع استمارات، ثم قالت مبادرة فردية من طرف بعض المدراء، ثم عادت في تصريح ثالث لتقول هذا تصرف غير قانوني. الآن هل أخطأت وسائل الإعلام برأيك رشيد بوسيافة في إبراز هذه الأحداث عن مقاطعة التلاميذ، عن رشق سيارات الإسعاف بالحجارة، عن مطاردة الأطباء؟ هل كان يعني على وسائل الإعلام أن تتجه للإقناع بدلا من نشر المخاوف الموجودة أصلا؟ إذا كان صاحب الشأن لم يبذل جهدا في التعريف بهذا التلقيح وفي التوعية بهذا التلقيح، يعني ليس دور وسائل الإعلام. وسائل الإعلام تنقل ما يحدث في المؤسسات، ما يحدث في الولايات، ونقلت ما حدث في هذا الأمر. يعني في البداية كان هناك قلق كبير من طرف الأولياء، من طرف جمعية أولياء التلاميذ الذين كانوا يعني يرفضون هذا الأمر، وهناك من وقعوا في هذه الاستمارة ضد التلقيح بسبب ليس رفضا للتلقيح، ولكن
بسبب حالة الغموض السائد. أنا أعتقد أن وسائل الإعلام والصحف والقنوات يعني قامت بدورها يعني وأدت دورها وصفت كالأوضاع كما ونقلت الأحداث. ولكن هنالك مسؤولية أيضا تطرح على وسائل الإعلام دكتور العقاب فيما يتعلق بالوضعية، يعني زيادة على انهيار الثقة ما بين الحكومة والمواطنين، هذه اللقاحات بالأموال، أموال الشعب من الخزينة العمومية 69 أورو للجرعة، وبند الاتفاقية مع الوكيل الهندي الذي قدم هذه اللقاحات أو صدرها للجزائر، لا يتوفر على أي بند لاسترجاع المال أو إرجاع هذه اللقاحات. في النهاية نحن في فترة تقشف، يعني حتى هذا يساهم في تكبيد الدولة خسارة كبيرة. هي الإشكال كما أوضحت لك قبل قليل، الإشكال يعني في الوزارة، يعني ما كان لازم تدخل في التفاصيل، ما كانش لازم تدخل في التفاصيل. كاين حملة تلقيح تاريخيا عشناها، الوزارة جوز تلقح أبنائنا في المدارس، هذه دائما ترى. الآن عندما دخلت في التفاصيل وخاصة المصطلحات العلمية لا يفقهها الناس، كي تقول لي أنا الحسبة الألمانية، يا أخي أنا جزائري يا أخي، شد عرقتي بالحسبة الألمانية. إذا هذه المصطلحات والمفاهيم اللي استخدمتها الوزارة لأول مرة استخدام خاطئ. الناس على الأقل حسبة ألمانية، وكون قال لك حسبة صومالية، ولكن مع ذلك مع ذلك على الأقل ألمانية هي الواقع. ما كاش لازم يدخل في التفاصيل. مع ذلك يعني الانتخابات اللي رانا عارفين كله، ربما سيأتي للحديث عن موضوع الانتخابات، ونعرف باللي يعني كل 5 سنوات رانا نروحوا، تقريبا كل 2 سنوات نروحوا، ولكن حملة تحسيس، شفنا حملة تحسيس، شفنا عدد كبير من الفنانين، شفنا ملصقات في الشارع، شفنا يعني هذا الانتخاب الذي يعرفه الجميع، لم نرى كلمة واحدة فيما يتعلق بالتحسيس. لا رشيد، حتى قضية حتى هي حملة تحسيس المفروض تكون حملة مسبقة، ولكن عندما وقعت الأزمة، المفروض احنا رانا امام ازمه، لازم الوزاره تتعامل معها على اساسها ازمه، ولكن بكل اسف الخروج الجهات المعنيه الاخر مهما كان الخبراء الى اخره كان خروج يعني متاخر، والاكثر هذا يعني اقناع قليل، وكان المفروض هنايا الجهات المعنيه تقوم بحمله متكرره. عندها حوالي 48 محطه اذاعيه جهويه. السيد بوضياف يتحدث عن حمله ضد شخصه بالتحديد، يعني كيف تفسر هذا؟ يعني كيف نبرر هذا التفسير الجاهز الذي يقدمه أي وزير يتعرض إلى انتقاد صحفيين أو غيرها؟ سيد بوضياف يقول الآن مافيا الدواء لن تتركني في حالي، فعلت كل ما يجب أن يفعله أي وزير في منصبي، ومع ذلك ألام. أنا أعتقد هذا اللجوء إلى الشرح السهل، إلى التبريرات السهلة. كانت فيه أزمة حقيقية، والجهات المعنية لم تبذل جهدا كبيرا يعني لحل حالة الأزمة. وزارة الصحة نفسها أعلنت عن طريق المسؤول في الإعلام أنها ارتكبت أخطاء، 7 أخطاء في الإعداد والتحضير لهذه العملية، وهي الآن يعني هناك اعتراف بأنها أخطأت في تنفيذ هذه العملية في الحقيقة المهمة جدا لأبنائنا. والآن المشكل المشكل هل يعني العام الجاي الآن طفرت، هل العام الجاي قادرين أبنائنا يعودوا يروحوا يديروا اللقاحات ولا ما يديروهاش؟ إذا من الآن لازم الوزارة تحضر نفسها. لا، وفي الرد على سيد بوضياف فيما أن هذه الحملة ضده، لقاحات انفلونزا الخنازير في 2010 الجزائريون لم ياخذوا اللقاحات وكبدت الدوله خسائر بالملايين، وكان الوزير سعيد بركات وزير الصحه في تلك الفتره. طيب ننتقل الى المونشيت الثاني الذي يتعلق بالسياسه وبالاحزاب، وتحديدا الافلان، الندوه الصحفيه التي قام بها جمال ولد عباس. ولد عباس يصرح: انا من اعددت قوائم الافلان واتحمل المسؤوليه كامله. هل تعتقد رشيد بوسيافه باللي ولد عباس قال سأستمر حتى 2020، ولكن أزمة القوائم يبدو بأنها تعجل بالصدام؟ وواضح يعني أنه الحراك الآن الداخلي داخل جبهة التحرير الوطني، يعني هناك غضب كبير في الولايات، هناك استقالات جماعية، هناك حالة من عدم الرضا على القيادة الحالية لجبهة التحرير الوطني، لكن لا أعتقد أنه سيحدث شيء على الأقل قبل الانتخابات، لأنه أي خلل أو أي انقسام يحدث داخل جبهة التحرير الوطني قبل الانتخابات سيؤثر حتما على نتيجته في الانتخابات التشريعية، ولذلك في الحقيقة نتوقع الكثير كمتابعين لما يحدث داخل هذا الحزب العريق، نتوقع أن يحدث الكثير بعد الانتخابات التشريعية مباشرة. طيب المنشط الثاني الذي يتعلق أيضا بهذا الموضوع، قتيل وجرحى في معركة بسبب قوائم الترشيحات، ولد عباس أحارب الرشوة ولو كان الفاعل ابني، ويقال بأن هنالك تحقيق مع ابني حول هذه المسألة. يعني أن ينتقل الأمر من الحديث عن الشكارة حديث واقعي، ولكن يبدو بأنه في هذه الانتخابات امتد إلى
ما هو أخطر إلى تحقيقات أمنية وننتظر أن تحذف الكثير من الأسماء التي دفعت أموال دكتور العلي؟ لأنه هي شوف لأنه المشكل الكبير هو المشكل في قانون الانتخابات. قانون الانتخابات هذا الحالي يشجع على الرشوة. يشجع على الرشوة لأنه الأول في القائمة يعني تقريبا راه نائب بدون صويت بدون ما ينتخب الشعب. الأول الآن لو نأخذ مثلا جبهة التحرير الوطني بحجمها كل أوائل القوائم لو نأخذ جبهة التحرير الوطني بحجمها ونأخذ ليراندي بحجمه الآن 48 و48 الأولين هذوك راهم يعني 96 راهم هذو راهم تلقائيا في البرلمان ها وخلاص بدون ما يصوت الشعب صح. زيد لو نأخذ مثلا الثانيين المرأة الثانية تحديدا أيضا خلينا المرأة الثالثة هنا بنسبة 30% لو نأخذ الثاني تقريبا راه عنده 90% راه دي بي راه عضو يعني في البرلمان إذا 180 تقريبا محشوم فيهم زيد الأحزاب الكبرى الأخرى كيما حماس كيما على الأقل لما تعطيلوش تعطيلو 50 الأولين راه في البرلمان إذا بدون انتخابات إذا على هذا الأساس هذا الوضع هذا القانون الانتخابات يشجع على الرشوة يشجع على الرشوة وكذلك يقضي على النظام. أنت كتبت مقال في هذا الموضوع عن رأس القائمة رأس الفتنة ولكن كان فقرة لما قريتها تدعو إلى تعيينات حتى في البرلمان. أنا دعوت إلى دعوت تعرف اللي نص المشكلة هذه البلدية في التعيينات لما تطلب بتعيينات البرلمان منتخب يعني تولي شوية بطريقة وأخرى نحن طبقنا التعيين عن طريق هذه القوائم يعني هناك لأنهم معينون ولكن العدل في قانون الانتخاب ربما أكثر مما نعين النواب نحل المشكلة الأخ هذا اسمح لي الإشكال فهم تروح من زاويتين النواب الآن هم معينون بدون انتخابات انتخابات غير مباشرة الانتخابات الجزائرية بهذا القانون أصبحت انتخابات غير مباشرة الأول الذي يحتل المرتبة الأولى بالدراهم أو بالمعرفة أو بواحد دار خوه واحد دار زوجته واحد واش دار في على رأس القائمة إذن النواب معينون وليسوا منتخبون منتخبون بطريقة غير مباشرة أنا اقترحت فكرة واحدة أخرى حتى أنا وهذه الطريقة هذه أساءت البرلمان أساءت العمل الحزبي أساءت العمل السياسي أساءت لصورة البلد إذا أنا قلت إحنا الانتخابات نديرو يا أخي نديرو انتخابات على الاسم التعيينات ألا تسيء أيضا للعملية الديمقراطية لا يعني... لا اسمح لي لا نطق التعيينات كيف تكون أولا الانتخابات قلت أنا يا أنا اقترحت فكرة هل النواب الجايين عندهم القدرة على الاقتراحات مانيش عارف أنا اقترحت فكرة لحماية صورة الجزائر وصورة البرلمان وصورة العمل السياسي قلت الانتخابات تكون ثلثين تعالى لأعضاء النواب يتم الانتخابات بطريقة ديمقراطية 100% وانتخابات اسمية يعني المواطنين يديروا نعم ينتخب على القائمة الاسمية على يعني. الاسم يصور يدير اكس والله يعني حتى لو كان السيد مرشح في 17 ينتخب على فلان الفلاني وليس نقدر على ترتيبه ليس على ترتيبه نقدر ننتخب على يحتل المرتبة الأخيرة في المرتبة الأخيرة في القائمة وبالتالي في هذه الحالة الشكارة تفقد قيمتها ما عندهاش معنى ممتاز لحظة فقط بسرعة وكذلك وعطينا الفرصة للسلطات العمومية أنها لأن الانتخابات الديمقراطية الحقيقية أصبحت مخيفة للنظام إذا كانت مخيفة فعلا للنظام يا أخي النظام من حقه ونديره قانون يعطي له صلاحيات عين ثلث مخيفة ومكلفة أيضا عين يعني تصرف أموال على عملية أنت لا تعرف حجمها نشاهد المونشيت الثالث المتعلق أيضا بالانتخابات الأمن يرفض مرشحين للأفلام في جل الولايات يعني إلى أي مدى يمكن أن تذهب التحقيقات الأمنية في محو الترشيحات الأولية رشيد المسيح؟ طبعا نحن نتابع يعني يوميا ما يحدث هناك فعلا بعض القرارات بمنع مترشحين ليس في الأفلام فقط ولكن في أحزاب أخرى وقوائم أخرى كذلك حرة لا نستطيع أن نحكم مسبقا على حجم الغربلة التي ستقوم بها مصالح الأمن لكن القانون أعتقد أنه واضح في هذا المجال القضايا اللي عندها يعني علاقة بأحكام قضائية نافذة ففي هذا الأمر في الحقيقة نكتفي بالانتظار ونتابع ما سينجم عن هذه العملية في الأيام المقبلة القليلة ممتاز طيب وحتى هنالك ترشيح لعدد كبير من الأميين 82 أمي في الأفلان ما يعرف لا يقرأ لا يكتف كيف سيطرح سؤال يعني سؤال على الوزير أو كيف سيشرع القوانين هذا من جهة ثانية يقال على الأقل الأفلان يعترف بالأميين أحزاب واحد أخرى دستهم في وسط القائمة وتقول عنده دكتوراه وعنده مستوى جيد ولكن يعني على الأقل الحقيقة يعني الكفاءة والدكتور البروفيسور محمد العقاب موجود الآن بيننا يعني لم يعد هناك الحديث كثيرا داخل الأحزاب يجي عن الكفاءة العلمية يعني أصبح المعيار الأثقل في هذه الانتخابات هو شكارة يعني وقد لاحظنا يعني حتى معيار النضال يعني لاحظنا أعضاء مكتب سياسي في جبهة التحرير الوطني يحتلون مراتب متأخرة يعني ولعله يعني ربما يمر وربما لا يمر وهو قيادي في الصف الأول في الأفلام طيب في الدقيقة الأخيرة لأن الوقت انتهى يقول زملائي وموضوع الجوية الجزائرية موضوع أيضا شائك يحتاج إلى
وقت طويل، ولكن تصريحات بوجمعة طلعي حول الجوية الجزائرية على أن عهد السوسيال انتهى وهذه أحدثت فتنة. هل نتوقع تطهير للكفاءات كما يتخوف البعض أم تطهير للرداءة كما يدعي الوزير برأيك؟ والله الآن أصبحنا نتخوف من كل شيء. أنا أقول لك وضع الجوية الجزائرية كما وضع الأفلان وكما وضع العديد من المؤسسات يعني لازم لها إصلاح جذري. لازم نعطيك مثال فقط صغير باش تفهم القصة. أيوة. الجوية الجزائرية مثلا غير منافسة، يعني شركة لا تنافس. تصور مثلا جهة شركة من بلد جار تأتي للجزائر تديك من الجزائر إلى المغرب مثلا يعني ب 30 ألف دينار، الشركة الخطوط الجوية الجزائرية ب 50 ألف دينار، يعني 20 ألف فرق. كل الناس متوجهة إلى 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 شركات أجنبية. إذا شركة ليست تنافسية. شركة بهذا النوع محكوم عليها بالفشل ومحكوم عليها بالإفلاس. لازم لها إصلاح جذري يعني من ومنبوذة من طرف الجزائريين. يعني الكثير من الجزائريين لا تحترم الوقت لا تحترم الخدمات. والحادثة على طائرة الصيف اللي راحت وعودت رجعت للعاصمة بسبب عطب لأنه لم يوجد وسائل لعلاج أو لإصلاح يعني العطب. وقبل ما أثير عن التوظيف وقبل ما كانت الصحافة تكتب يعني ظاهرة أن ديسيديت مثلا طريقة التسيير طريقة عمل هذه الشركة في الحقيقة يعني فضائح كانت بالجملة، والصحافة كانت تكتب يوميا تقريبا. ولكن لا أعتقد أن خروج من هذه الوضعية يكون بهذه الطريقة التي تابعنا، يعني إقالات بالجملة ثم تمردات ثم إضرابات، ثم لا أعتقد بأن بهذه الطريقة يتم الحل المشكل الواقع داخل هذه المؤسسة. يعني ليس بتغيير الأشخاص وإنما بينما أستاذ قادر بينما شركة الخطوط الجوية الجزائرية قد تكون يعني دخل كبير للدولة. شوف مثلا التركية يعني كم الدخل تاعها قريب قد حاسي مشعود. احنا في الصيف نحصلوا كيف المهاجرين الجزائريين يجوا نهار الحج نروح نأجر الإطارات. صحيح. يعني مشكل كبير. دكتور محمد العقاب رشيد ولد بوسيف يعطيكم الصحة. شكرا مشاهدينا، السلام عليكم.